يا هلا ومرحبا فيكم أعزائي المشاهدين في حلقة جديدة من برنامجكم الفني النقدي نأسف لعدم الإزعاج. في البداية أحب أشكر صالون شروق ستايل على الميك اب اليوم والشعر. اليوم عندي وايد مواضيع، وايد قضايا، وايد أشياء شفتها بالفترة يعني القصيرة وحتى الطويلة اللي مضت، يعني شفت أعمال، شفت لقاءات، في شيء كان إيجابي، في شيء كان سلبي، يعني أي وجه من وجوه الحياة، في أشياء إيجابية وفي أشياء سلبية. السلبي نتكلم عنه عسى في يوم من الأيام يكون إيجابي، وكذلك الأشياء الإيجابية ندعمها على أساس إن دائما تكون الإيجابية منظورنا بشكل واسع، مو بس بشكل يكون صغير أو ضئيل نوعا ما. خلينا نحكي أول شيء في خبر يعني طلع بالفترة يعني وبالأيام اللي طافت، وهو إن الفنان طبعا أكيد إبراهيم الحرب، الفنان الكبير، إن تم إلغاء عقده من وزارة الإعلام. في ناس ما فهمت شنو تفاصيل هذا الخبر، الناس توقعت ان كأن وزارة الإعلام يعني شنو معناه، كأنه راح تمنع يعني فنان نفس إبراهيم الحربي انه يمثل. لا، التمثيل شيء وهذا القرار شيء آخر. إبراهيم الحربي هو موظف في وزارة الإعلام، يعمل منذ اكثر اعتقد من 30 عاما تحت عقد من يربطه مع وزارة الإعلام كونه كموظف فيها. طبعا يعني قدم من خلالها وايد كثير من الأعمال، سواء كان بالتمثيل أو حتى بالإخراج التلفزيوني، ونجح يعني. بس هو كونه يعني مواطن خليجي، احنا في عندنا شغلة في بنود الوظيفة عموما في الحياة، يعني في الكويت في إذا الشخص كويتي يعتبر التوظيف بند أول، وإذا كان خليجي أو حتى من الفئة العربية يتحول إلى بند عقد. هو تم إلغاء عقد الفنان إبراهيم الحربي في وزارة الإعلام، ولكن هو أكيد هم خسرانين، وأكيد إبراهيم الحربي هو مكسب كبير في أي مكان، كافي يعني تواجده في أي عمل، وإن شاء الله نشوفه. أنا حتى لما التقيت فيه قبل أيام في وزارة الإعلام قال لي إن أنا ما شفت يعني نفسي في أي عمل تم عرضه عليه. فنتمنى إن شاء الله إنه يجد إبراهيم الحربي إضالته في أي عمل قادم إن شاء الله في رمضان. هو فنان يستحق، والصراحة إنسان له ثقافة، حتى لما نناقشه نقول إنه في عمل ما كان بالشكل الإيجابي، ويقول فعلا ما يعني كان العمل، أنا كنت يعني أنا خذيته وطلع شيء ثاني، أو إنه أنا ترى ما في واحد فينا ما يحتاج فلوس، مو عيب ترى على فكرة. خصوصا الإنسان كل ما يكبر وتكبر معاه عائلته يكون معاه أيضا احتياجاتهم المادية تتوسع، كل شيء. يعني يوم أنت تكون ساكن ببيت يمكن غرفتين صغار، بعد سنة سنة تتحول إلى 4 5، فهني تتوسع معاك كل الأشياء. فبس حبيت أوضح هذا الخبر اللي تم قذفه بالصحافة وما وضحوه بشكل جيد. خلينا نحكي عن شيء انا شفته في قناة الوطن، عفوا، في الايام اللي طافت شفت لقاء طبعا في تو الليل، كان في الفنانة الكوميدية منى شداد ومعاه شهاب حاجية. يعني الحلقة كان دمها خفيف وايد، يعني منى هي عندها كثير من الظرافة وخفة الدم، كذلك شهاب حاجية. انا صراحة يضحكني يعني شهاب لما اشوفه في اي عمل يعني على طول يعني ارسم البسمة، يعني هو من الفنانين يعني اللي طلعوا خلال فترة يعني اخر 10 سنين يعني من صراحة يضحكوني، وعنده ذكاء، وحتى هو انسان على الصعيد الشخصي وايد راقي جدا، ذو اخلاق عالية. يعني حلو ان الفنان يكون خلق واخلاق مع بعض. عموما انا يعني شيء حبيته او ما حبيته يعني منى شداد، منى شداد يعني انا ما حبيت انها تطلع وايدها مكسوره، واحنا طبعا اكيد نقول لها سلامات على الحادث اللي الم فيها قبل فتره، اي مها محمد. الواحد يقول يعني الله قدر وما شاء فعل، اكيد يعني الله، الواحد يقول الحمد لله، اكيد الله رفع يمكن عن منى شداد ومها محمد شيء كبير، يعني ممكن هم لو راحوا ما صار الحادث هذا،
وراحوا مكان ثاني ممكن كانوا يتعرضون لمكان لضرر أكبر. بس الحمد لله، وخصوصا إن أنا أدري يعني منى وايد دقيقة حتى في ارتباطاتها الفنية ودخولها وخروجها من اللوكيشن، وايد دقيقة فالحمد لله. بس أنا ما حبيت ظهورها يكون على قناة الوطن وإيدها مكسورة، يعني كان ممكن تنطرني شوية منى، يعني خصوصا إنه هو يعني لقاء ما هو في الآخر، يعني ما هو مسلسل ممكن انت قاعد تاخذين عليه مبلغ، ممكن انت عندك احتياجات، عندك شيء، ما في انسان ما عنده احتياجات بالشكل الطبيعي. اوكي طبيعي ان الانسان يكون عنده احتياجات، يعني لو نقول يلا ممكن يلها منتج يجبرها على انه، لا ما شغل، ايدك مكسوره ايدك مو ايدك، فانت ممكن تين. لكن حكايه انه لقاء كان ممكن تنطري، يعني ما انت خسرانه شيء، يعني منى احسن من ما تسوقين بايد واحده، يعني هذا خطر اكبر مو زين حقك، يعني هذا يعرضك اكثر للخطر، مو يعني كنك قاعده تصلحين واحده وتخربين الثانيه، نطري شويه على هونك، يعني الدنيا ما طارت. بس في شيء هي مبين ان عندها حره، في ان يظهر انه وقعت عقد مع احد المنتجين وما رضى يقبلها وهي مكسوره وتبرد، لا قال انا ابيك سليمه لا مكسوره ولا تبردين، انا ابيك سليمه. فيظهر ان الشخصيات اللي تكلموا بلسان هذا المنتج كانوا فيه يعني شيء من عدم الاحترام، عدم التقييم، ما في شيء من الكياسه وتقدير حاله الاخر، يعني ما ادري. بس انا استغربت بس بشغله، خصوصا انا اعرف منى شداد من اكثر من 20 سنه، على فكره ترى منى بيني وبينها يمكن حوالي 6 اشهر 7 اشهر، يعني يعني انا اكبر منها، بعد عشان اريحكم يعني بالسالفه، انا اكبر منها 6 اشهر او 7 اشهر تحديدا، يعني منى شداد. منى انا استغربت بس شغله، لما قاعده تحكي عن اخلاقيات المهنه وان في ناس تروح تنقل الكلام حق الاخرين وبالاساءه، وان 40% صار من المجال شيء بشع، وان الناس قامت تتكلم بطريقه يعني ما فيها سلامه النيه وما ادري شنو، يعني انا هذا كل الكلام طوفته. بس لما منى قالت يعني تعقيبا على كلام شاب حاجية، جاءت تقول أنا يعني إيه، يعني اليوم لما ما ينقل حتى الكلام من شخص إلى آخر، لا أنا موبايل يعني لا يسمع حق الطرف الثاني، أكون أنا قاعدة ويسجل لي ويسمع حق الطرف الثاني. زين ماشي، زين أنت الحين قاعدة يعني تمين هالتصرف، زي ما انتي هالتصرف استخدمتيه لسنوات طويلة مع أشخاص آخرين، وأعتقد يعني انتي حتى مرة مارستيه معاي، يعني كان في طرف ثالث في الموضوع، داقي عليك انتي الساعة 1 أو 2 بالليل، كنت تبي تستكنتي شخص أنا علاقتي فيه شبه سطحية ما عمري تكلمت فيه، قلتي لا متكلمة والدنيا، وأعتقد الهيصة يعني صارت هوشة، أعتقد في حتى في الإذاعة على هذا الصدد. إذا كان يمكن المفيد توفى، أعتقد عبد الحسين سعد الفري طبعا ما أحد الألقاب، كذلك وجود الفنانة الكبيرة حياة الفهد كانت موجودة. فأنت أنا أستغرب إن أنت شلون كنت تمارسين هذا الشيء اليوم أنت قاعد تذمينه إعلاميا، ولا إن النظام هذا صار يعني أنت كبرتي عليه فأنت الحين صرت كنت تذمينه. أتمنى لك النضج، بالعكس حلو إن الإنسان يوصل لمرحلة يتخطى هذه الأخطاء. ما في إنسان ترى ما في عيوب شخصيته، بس الإنسان اللي يعترف إن عندي الخطأ الفلاني أنا قادر على إن حدي أتجاوزه. الناس قاعدة تضايق منه، بالذات اللي قاعد تتعامل معاي، لأنه خصوصا سالفة إن تسجيل وتسميع هذا ترى حتى بالقانون تعتبر جريمة، لأن تسجيل من غير موافقة الطرف الثاني تعتبر جريمة، أنت انتهكت خصوصيته، تسجيل من غير موافقة، يعني إذا الداخلية اللي هم الداخلية إذا يبون يسجلون يعني كلام شخص لازم ياخذون موافقة
من ادارات اعلى وبشكل رسمي. فانت شلون يعني مناشدات انت او غيرك اللي يسوي هالتصرفات؟ انت في مرحله، والله انا اشك ان انت تخطيتي هالمرحله، بس انا اعتقد ان لين الحين في، يعني انا بالذات في فتره يعني هذه وايد الناس عاشتها، معاد في فتره يعني ايام ما كنتي تشتغلين مع الفنان حياة الفهد، لان مو هو بس للتوضيح، هو مو حياة الفهد هي اللي كانت وزها، على ان حياة الفهد ارقى من كذي وايد، بس منى شويه يعني لما ما ادري ليش في ناس لما تصيرون مدراء اعمال حق فنانين كبار شويه تاخذهم عدم المرونه بالتعامل، وكذلك يعني القسوة مع الآخر. ترى على فكرة بالنهاية خالصين محسومة من عند رب العالمين، لا حيلة بالرزق، الرزق الله مقسمه. فلو أنا زلقت حق فلان وأنا رحت نقلت حق فلان وضربت فلان بفلان، أعتقد هذا ما راح يوسع رزقك أبدا، لأن بالنهاية الله كاتب لك وكاتب له الرزق اللي أنت تاخذينه واللي هو ياخذه. عموما انا وايد حبيت شهاب حاجي، كان في اللقاء كان وايد صراحه تحكي عن موضوع التقليد، وانه في ناس تقبله وفي ناس ترفض، وانه اللي يرفضون لازم يحترم، يعني يتم احترام مشاعرهم، وانه مو الا ان انا يعني خلاص الحياه واسعه وفيها شخصيات كثيره، لكن تزعل لما هو قال انه مثلا تحكي عن بعيده، انه كان يبي قاضي بس يوم ما شاف الحلقه مالت التقليد صراحه الريال قال لا والله انا ضحكت. حلو ان الانسان، والمشكله في التقليد هو اساسا الحين حتى صار ممنوع من غير موافقه شخصيه من الشخص اللي راح يتم تقليده، لان هذه الاشياء، لان ممكن الشخص اللي انت قلدته عنده مشاكل مع اسرته، رجل او امراه سواء في المجال الفني، في ناس ما تقبل ان انت تحوله الى شخصيه كاريكاتيريه، انت تحطه داخل العمل تاخذ من وراه. اول شيء انت خذيت من وراء، انت حولته الى سلعه تجاريه، من انسان تحول الى شيء تجاري، انت قاعد تحطه في عملك، انت قاعد تاخذ من وراه اجر، وهو قاعد يسوق اعلانات عشان كذي قانون. عموما يعني في منى شداد انا صراحه يعني كان في عندي بعض التحفظات، بس شاب حاجيه حبيته في لقاء تو الليل، لان تحكى وايد باشياء بتفاصيل ديتيلز اشياء تقليد، وقال انه يعني انه يلاقي نفسه انه يكون هو مع الكاميرا بس، من غير انه يكون مصور والمخرج موجودين، وانه يقول لا، يقول انا كنت اطلب ان مرات انه يحطوني انا قدام الكاميرا وقاعد اقلد واسوي شنو، واقول لهم روحوا يولي بعد ساعه ساعتين هم عاد ياخذون هم يبونه. هو شيء هذا احساس فنان ما نقدر نتكلم فيه صراحه، لان هذا يختلف من شخص الى اخر، يعني مثلا شاب حاجيه يختلف احساسه عن منى شداد، منى شداد غير عن هيا شعيبي، هيا شعيبي مختلفه عن خالد العجير، كذلك في اشياء يعني اشخاص يختلفون، هاكل واحد تقييمه حق السالفه. نمبر 2 انا صراحه يعني وتحب وحبيت لما تحكى ان في ناس، هو يقول شاب حاجيه، ان في شخصيات ما يقبلون التقليد، وهذا شيء حق، يعني يقول كل يعني هو في ناس ترفض وفي ناس تقبل، وقال انه يعني عنده واقع وانه دق عليه مره بعيده، يعني وقال له والله يعني انا ما اقدر، انا سمعت ان انت مقلدني، واذا انت جاي بطاري وجاي طبقة صوتي ومقلدني انا برفع لك قضية وما شنو. يقول الرجال بعد ما شاف الحلقة بالعكس ضحك ويعني اوكي، وخصوصا شاب حاجية انا ما شفته في حياتي يجرح حتى في اشخاص، حتى مرات انا يعني وايد يوصلني في كثير من المرات انه يعني في شخصيات ممكن هو يكون على خلاف معاهم ويكون في لوكيشن ويبون طاري هالشخص ما يعلق نهائيا، وهذا دليل على انه شخص جدا محترم، وانا يعني تعاملت معه. منى شداد انا صراحه ما دشت ببالي سالفه لما قالت انا يعني انا طلبوا مني تقليد شخصيه يعني وانا ما كنت شايفتها، وقالوا لي يبي
كل شيء انت يعني تلبسين احمر، وهذا اللقاء كان مع خالد عبد الجليل، يعني ايش دعوه، وشخصيه زي شتات زي ما وانا عارفين ان انت قاعد تكلمين عن سلوى المطيره. زين هي سلوى يعني هذا اشهر لقاء حق سلوى المطيري، يعني مو معقولة تقولي ما شفتي. طيب احنا في زمن اليوتيوب يا منى، يعني ايش دعوة، يعني قالوا لك ما دشيتي ما شاء الله، يعني انت دائما احدث التليفونات عندك، يعني دشي كتبي اسمها راح تشوفين اللقاء، وبالذات هذا اللقاء يعني هذا يمكن اشهر لقاء حق سلوى المطيري منذ تأسيس الكويت، يعني صراحة لما الحين هو واللقاء هذا اللي طلعت فيه مع طوني خليفة، صراحة يعني خجلتنا الله يهداها لسلوى، يعني ما قالت إن تعالوا بطلع لكم يني مالها ما أدري مكرمة، وشرطت عليهم ودتهم غابة وتنادي له وتقول له تعال محتاجتك، يعني أنا حسيت كنا فيلم عربي، شنو هذا الله يهداك يا سلوى. وبعدين يعني ما قعدت مع طوني خليفة وقالت له هو طالب 6 ملايين دولار، يعني حتى لو قالت هو 1 مليون كويتي، يعني أنا ما عرفت كم، يعني حتى قالوا لي هو 6 ملايين دولار. قال الله عافية عافية إني، يعني يشتغل عند المزيني مكسرها بسرعة، يعني استغرب. يعني هو ثاني شيء هو أحلى شيء طوني خليفة، يعني قال ما احنا ما اعطيناك 6 ملايين، لا انت ولا هو، حتى لو ما طلع ما احنا ما اعطينا. صدق صراحه وزين ما اعطاها، قال كنا انفضحنا. فانا عموما يعني حبيت امانه، هو اللقاء كان حلو، وانا ما تمنيت عموما ان منى شداد تطلع في اللقاء هذا ايدها مكسوره، لان لاحقه لاحقه يا منى. نشوف تو الليل لقاء منى شداد مع شاب حاجي ونرجع. يعني الدليل انه ما حد زعل، ما حد زعل يعني منك، ما حد زعل. انا بس اتصل فيني اول اللي هو عيني عينك واحد، اتصل فيني ابو ايده اوجه له تحيه قبل لا ينزل البرنامج، كان يقول لي انا سامع انك انت مغلدني. قلت له شنو غلدتك؟ كان يقول برنامج بعيني عينك. قلت له بلا، كان يقول شوف كذي، اذا جايب اسمي ولا اسم عائلتي ولا غلط علي ما اخليك. قلت له اوكي. بالعكس في خط احمر ترى، نزلوا حلقه بعيده اول حلقه اللي هي ما ايش اسمه، انت كويتي انت كويتي، اتصل فيني على طول ورا الحلقه يشكرني. بس هذا الوحيد صح. اللي يعني كان في صدقين مسلسل عادل امام الاخير كان شويه مو حلو، واحد ويانا قاعد واحد ثالث يروح يقول ترى شهاب لا لا لا. ايمان عادل امام ما يعرف يمثل يا ريت. ما ايمان راحت قاعد عفوا ما قص عليك، اذا ما كانت ايمان ايه بنفسها تروح عفوا تقول. عفوا يا ريت على كذي الحين لا شقل سياسة التسجيل. خلي التسجيل، أنا ما قلت شيء، أنا قاعد أقول حسنية، هذه شغلة واردة الحين، هذه حسنية بس الناس لا ليش يزيدون على الحكي طبعا. لما يعني تزيدون على الحكي تحط فوقه أن أنت قايل أنا ما قلت والله، أو حتى لو أنا قايل حسنية، أنا قاعد أنتقد عمل أو أنتقد رفيجي وبالوي. يعني أنا ما ألوم الكثير من الفنانين والفنانات اللي طلعوا بالفترة الأخيرة يقول لك يبا أنا انعزلت عن الوسط، أنا شغلي وأمشي. هم بعد مو سالمين حرام ترى، هم ما يخلونك ما يخلونك. ليش انت كل ما تضيق الدنيا في عينك تجيني؟ الله المدام قلتي ليش لازم اعطيك شغله حق نوال؟ ليش ليش انت كل ما تضيق الدنيا من عينك تجيني، ولا انت كل ما تضيق عيني ادور حولي ما القاك؟ والله زين هم هذه كانت على فنون يعني معروضه، يعني هل احبها نوال يعني اللي تحبينه تقلدينه؟ اي اللي احبه واقلده، وما اقدر اقول اللي ما احبه اقلده، لانه اذا الله قدرني مثلا اسوي شيء اسوي. انا اللي يقولوا لي قلدي ايمان ما اقدر اقلدها. يا ريت انا مي بلوشي بس قلدتني مي. اي صح 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 ذكر صح. بس يعني مي انت سمارك حلو صراحه زين، ومي هم ما شاء الله عليها مبدعه يعني صراحه. الحين بنتكلم عن داعش. طبعا احنا حتى على مستوى العالم كله كثير من الازمات اللي مر فيها يعني العالم، مو بس الخليج او الوطن العربي، الحروب اللي صارت في العالم كذلك، الارهاب طبعا ما له وطن محدد،
لا أوطان كثيرة في مو بس في الخليج، مو بس يعني هو السكين على رقاب المسلمين، لا أيضا حتى على يعني حتى في بعض الدول اللي احنا يمكن ما سمعنا عنهم ضرب فيهم إرهاب. الإرهاب دائما كان الفن وجها لوجه في دار الإرهاب. هذا في العالم حتى شفنا احنا يمكن في أمريكا عند جون كينيدي، يعني شفنا فنانين وايد يعني أيام حروب كانت في أمريكا، كان يعني الفنانين يطلعون ويقدمون أغاني ويعني تشجيع حق الجنود، وكذلك الكثير من جمع التبرعات، وكذلك حتى في احنا عندنا هني سواء في الخليج أو في الوطن العربي. فدائما هو دائما، وهذا شيء صحي ترى على فكرة، أن الفن يكون وجها لوجه للإرهاب، لأن هني أنت ترى على فكرة ما تلاقون في حياتكم إرهابي وفنان، هو يا إرهابي يا يصير فنان، وإذا غبيته كفنان ما يصير إرهابي، هي طبيعة طبيعة الحياة كذي. هو الفن يرفع من روح الإنسان، يسمو فيها، وهذا على الأساس نحن نقعد نتذوق فيه كل شيء. يعني الفن فيه شيء من العاطفة، وأيضا من الأشياء اللي موجودة أساسا وحثنا فيها رب العالمين في كل الديانات، فوقها طبعا هو الأساس الإسلام. بس يعني أنا قاعد أشوف شوية، كان في مصر كان في بعض الأغاني عن هذا الموضوع، بس في العراق قاعد يتكثف بشكل كبير. طبعا أنا زعلت يعني، خصوصا كنت راح أفرح بعد ما سمعت خبر إن رغد صدام حسين كانت محاصرة في تكريت مع عزة الدوري، وإنها هناك تحاصروا، وإن كان المفروض إنه يا ريت كانوا يمسكون راسها اللي قاعد يغلي من تحت الشر. يعني شوفوا سبحان الله، راحت توها مزوجة بنتها في الأردن، راحت زوجت بنتها وردت وين تكريت، وين عشيرتهم، وين أصلهم وفصلهم، ردوا هناك يمه يم قبر صدام حسين. يعني هي وايد يعني حسستنا ان هذا الشخص وايد يعني رحوم، ان انت رايح تدورين يم قبره عشان تقعدين. قلت له هو الله لو يفك العراق منك ومن عزة الدوري ومن قبر صدام حسين وايد راح يشوف خير. وعموما انا احب اوضح شغله، ان في تويتر اللي هو اقوى حساب حق رغد صدام حسين، للاسف هذا مو حسابها، شخص اخر هو من تحت شخصيتها. اتمنى كنت والله انه يكون حقها عشان الاقي لي وايد شغلات عليها، بس للاسف مو حسابها. وانا اضحك صراحه لما هي تسوي نفسها كيوت وتقول انا عمو عزة الدوري، حسيتني انه بعد يعني طالعه من الانجليش سكول يعني، وانه بعد راح تفتح قدامها الحياه. مو يعني واحدة بنت صدام حسين شنو يكون يعني تحت هذا الرأس غير شر ومكر وإيذاء، سواء مو بس حق العراقيين، حق الوطن العربي ككل. هذول الناس اللي فيهم حرة، إن لا ليش هم ترى على فكرة عندهم ثروات للأسف، يعني لما يموتون تعيش ملوك ورؤساء، بس للأسف هم يبون سلطة، هم يبون يتحكمون في الناس، يبون يضايقون الناس، يبون يقتلون الناس، ما يبون يكونون وايد ناس عادية ممكن يعيشون مكاهم. يا مكثر عندكم، لحظة شوفوا شاعرة طلع عاش برا، يا موت وايد في شخصيات خلاص يقول لي ما يبيني انا اطلع، ليش اقعد انا حق شنو؟ بس لا، وهم يبيني الشعب العراقي، ما يبيني انا بقعد على قلبه. هذا فكر بن صدام حسين. طلعت في العربية، اتذكر اول ما سقط حكم صدام لما قالت ايش قد كان حنون، طبعا حنون عليك بس اكيد طاغية بالنسبة للملايين.
هذا للأسف يعني، فصار تحرير تكريت وللأسف انحاشوا. أنا عموما قاعد أشوف صار في أغنية هي اسمها دولة الخرافة، كان والله حلو، كانت الفكرة كتوزيع وكلمات وحتى تصوير الكليب كان وايد جميل، في فكر في مضمون، هو مو مسألة أنا أوقف قدام الفن، لا لا لا، إن أنا بالفن أوقف قدام الإرهاب، لا، بس الفكر، الفكر حد ذاته يفرق إن هذا إيجابي أو وايد سطحي. وأمانة كان كليب دولة الخرافة وايد حلو، بنشوفه ونرجع. حرمنا كل شيء إباحي إلا جهاد النكاح، يا قاطع الرأس وينك، يا قاطع الرأس وينك، كل من يخالف نجلته نقبض على الرأس شتى، يا قاطع الرأس وينك، يا قاطع الرأس وينك. حرمنا شرب السجارة هجرنا كل النصارى، يا قاطع الرأس وينك، يا قاطع الرأس وينك. فرحان دولة الخرافة كان حلو، نفس ما انتم شفتوه الحين جميل. الشيء اللي انا رفضته هو كان كليب نزل على القناة العراقية، فإذا هم محاسبين كتلفزيون دولة، نزلوا أغنية أو كليب بعنوان دعشاوي. طبعا احنا رفضنا تحت أي مبدأ إهانة أو استخدام شكل كاريكاتيري حق الله يرحمه ويغمد روحه لينا إن شاء الله ملك السعودية خادم الحرمين الشريفين الله يرحمه الملك عبد الله، قدموه بشكل كاريكاتيري جدا سخيف، لأن هذا الرجل صحيح هو الحين راح عند الباري عز وجل، لكن راح معاه كم كبير من الحسنات. هذا الرجل لولا كان غرق الوطن العربي كله بشلال دم لا أول ما لا آخر. إحنا يعني كشعب كويتي نكن لهذا الرجل، وهو الحين عند من يملك هذا الكون كله، راح هو يملك دعاوي الناس في كل البلاد اللي حقن فيها دماء. يعني أنا دائما أقول هم دولتين، هم صمام الأمان في الوطن العربي ككل، السعودية ومصر، هذول الدولتين هم صمام الأمان للوطن العربي ككل، إن لازم يكون فيها شخص يملك من الحكمة الشيء الكبير، الرحمة الشيء الكثير، الحزم بشكل كبير، ارحم ترحم. واحنا الحمد لله يعني اعتقد سنوات طويلة، اعتقد كان في ازمات كثيرة حق الكويت وقف فيها بصدر يعني رحب الله يرحمه الملك عبد الله، كذلك يعني لا كثير من المعازر في الوطن العربي. ف شلون يتم يعني تقديمه بشكل كاريكاتيري سخيف نفس اللي احنا شفناه؟ للاسف عيب، وان قبول الحكومه العراقيه ان تبثه على قناه
العراقية اللي هي قناة الدولة يعتبر شيء جدا حقير سخيف تشيب، ما في من الفن أساسا شعره، في وقاحة، في سماجة، في إهانة. إحنا مو بس ترى على فكرة، هو ليس فقط ملك السعودية، ولكن هو أيضا يملك مساحة كبيرة في قلب كل كويتي عرفه وشافه ورصد جميع أعماله. أنا من الحين أتذكره يعني بعين، لما كنت أطالعه بعين مختلفة لما راح زار الأماكن الفقيرة بالسعودية، وأول واحد طلع أقر أن هناك فقر في السعودية. منو يقرر في زمن للأسف صار الناس يقول لك لا لا لا، هذا شكل غير حضاري، ليش تطلعوا لنا الفقر بالتلفزيون غطيه؟ لا، يعني كان يبي يداويه. هذا الفرق بينه وبين الآخرين. في حكام، احنا على فكرة وايد محسودين في الخليج على حكامنا، يعني قاعد تخلص فترة حكمهم، دورتهم بالحياة، ينتقلون إلى الباري عز وجل، ويظلون يحتلون مكانتهم في قلوبنا، عكس حكام آخرين شفناهم في الوطن العربي شلون شعوبهم قطتهم في أول نفاية، لأن هم داسوا على شعوبهم. إحنا حكامنا كانوا رحومين فينا، سواء في الكويت، في السعودية، في البحرين، في الإمارات، في قطر، كل الخليج، إحنا محسودين. ونتمنى إن إحنا ما نطول عمرنا، لأن هذا شيء إيجابي. يعني شوفوا، يعني توفى ولا من الحين، شوف اللي دعاله وبكى عليه، كأنه لا في قلب كل كويتي صح قاعد أبو. هذا ميزة حكامنا، فبالتالي إحنا نرفض إهانته من خلال أغنية سخيفة، نفس أغنية دعشاوي، تمتلك من الوقاحة الشيء الكبير، ومن الفن الشيء الفقير. نشوف أغنية دعشاوي ونرجع. دعشاوي عاوي داوي عنده سبع فتاوي، دعشاوي عاوي داوي عنده سبع فتاوي، وحدة ذبح وحدة جلد وحدة درع عضاوي، وحدة سلب وحدة نهب وحدة قلب بلاوي، وحدة دشداشة قصيرة لحية كوشتها حقيرة، دعشاوي شكله صاير بنطلة بالضفاير، دعشاوي شكله صاير بنطلة بالضفاير، ما ناصل لا نفصل ما تدري شنو دينه، يقطع درب ويحب حرب وافعاله كلها شينه، يدعي صاير مجاهد يفتهم بالدين زاير، دعشاوي لك يا فاشل جاكم الجيش الباسل، دعشاوي لك يا فاشل جاكم الجيش الباسل، ايش ورطك ايش وصلك ايش جابك انت لينا، عدنا زلم ما تنظلم وانقطع
حكيت عن اشياء فنيه وهي الكوبي والبيست، اللي هو يكون الاصل ويتم تقليده. انا طبعا في 2014 شفت مسلسل حال ما شافوه الكل ملايين، وهو مسلسل صديقات العمر. صديقات العمر طبعا هو نزل على الام بي سي، كسر وعمر الدنيا، في فنانات يعني يمتلكون فانز كبير، وصمود وهناد الكندري كذلك، بثينة الرئيسي وفاطمة الصفي، وفي فنانين كثر. يعني الصراحة يعني أول عمل أنا أول ما شفته أنا نفس السكينر بسرعة كذي لقطه من وين مأخوذ. هو صديقات العمر هو مكاتبته انفال لدويسا، كتبته بس هي نسخته عن الفن العربي. أحلى الأوقات كان من بطولة منى زكي، مو كان، لا مو منى زكي، كانت حنان ترك، حنان ترك ومعاها هند صبري، كذلك كان معاها من شيري، كانوا ثلاثة. لما صار تطور وصار صديقات العمر صاروا أربعة، يعني من أصل ثلاثة، وهي نفس التيمة، ثلاث صديقات منذ الصغر يتطورون في مراحل دراسية مختلفة، كل واحدة عندها مشاكل في بيتها، تفاصيل، واحدة منهم محجبة، ثنتين سفور، واحدة وايد يعني ماخذة المواضيع أهلها من طبقة أرستقراطية، يعني طبقة الريتش. أوكي، كذلك الثانية يعني تكون من فئة يعني بين البينين. أهو نفس أحلى الأوقات، مو معقولة يعني أنفال ويسام هو يكونون ماخذين منها أحلى الأوقات، هم ناسخينة يعني عن صديقات العمر. والدليل أن أحلى الأوقات نزل 2003، صديقات العمر 2014 تقريبا، بين هذا وهذا 2014، يعني في فرق تدري مش كثر 10-9 سنوات، يعني وايد. فما اعتقد ان احلى الاوقات هم اللي ناسخين منك انفال، بس امانه انفال دويسان اشتغلت على تفاصيل اكثر وعلى عقد اجتماعيه محدده، وهي بس هو نفس الشيء. يعني هناك المحجبه كانت هند صبري، هني كانت المحجبه بثينة الرئيسي، تنتمي من أسرة محافظة متدينة، ويتم تزويجها إلى شخص أيضا متدين، يأخذ من الدين يعني يأخذ من الدين ستار حقه، وإنه كل يوم يتزوج واحدة وما شو. هو يعني شوي بالتفاصيل اشتغلت أنفال دويسان، لكن هو عند خبير الاثنين هذا. وهذا صديقات العمر نسخ عن أحلى الأوقات، كل التفاصيل، بس في أشياء بسيطة هي تختلف. بس هو أكيد أنهم عملين ناجحين، وأكيد صديقات العمر حقق نجاح، بس هذا لا ينفي أنه هو أساساً كوبي بيست من فيلم أحلى الأوقات. الحين بترككم مع فيديو الكوبي والبيست، نشاهد مقاربة بين صديقات العمر وبين أحلى الأوقات اللي هو نزل ب 2003 وصديقات العمر ب 2014. شوفه نرجع. أنا طبعا شفت فيديو من فترة، هو فيديو أشوارية في الكويت مع الشيخ دعي الخليفة. يعني الصراحة إيه، يعني أول شيء أنا استغربت إن دعي، إن الفيديو كان باللغة العربية، يعني أشواري حتفهم كويتي يعني مثلا يا أبو خليفة. لا، والمشكلة هي مو فاهمة وش قاعد يقول، وهي حسيت إنه وايد لاصق فيها، فقاعد تروح خطوة لقدام هو لاحقها. يا زين انطر عليها شوية، هو بس هو ما فهمت منه غير كويت، أوكي ويلكم كويت، بس هذا الوحيد اللي قالها إنجليزي، والباقي كلها قال لا. وشنو قال هو؟ يا تلعثم هو، يا بيقول البوليو دي، كان يقول بولندية،
حسسني طالع من سوق المقاصيص، يعني مو من مسلسل سوق المقاصيص، مو طالع جاي حق اشوار يعني. لا وصدق يعني شوي شوي يعني مخيفه يعني. زين يعني مو لازم الهند، انا توقعت صراحه تسوي مؤتمر صحفي، بس والله يعني الصراحه انطر شوي انطر شوي. خلال المره قاعد تلفت قاعد تشوف معالم الكويت، انت واقف هنا زين، خلال شوي شم هواها وقعد وتكلم وسوي الفيديو. يعني ما راح تطير اشوار يتكلم وياها بالانجليزي يعني، والناس زين والناس يوم ما في حد ما يفهم شنو لهجه يعني اللغه الانجليزيه. يعني اليوم الكل حياه كذي شوي شوي، يعني انت يتوخر وانت لاحق يتوخر وانت لاحق شوي شوي. خلها بس اول مره ويلكم كويت سوت كذي وراحت مشت. نشوف فيديو بخليفة مع أشواريا ونرجع. طبعا أرحب بالفنانة البلدية الهندية الجميلة أشواريا. ويلكم ان كويت. ثانك يو ويلكم ان كويت. أنا من يومين أو من ثلاثة أيام شفت لقاء في برنامج جنوب العدالة حق أحمد الفضلي. يلا عشان لا يزعل ما يقول ما قلت اسمي، عاد أحمد صديق عزيز كان مستضيف خالد العنزي نبيل فرجاوي، كان يقابل حق الفنانين. هو طبعا احنا خلينا نخلص نفسنا من الموضوع كله، ما في شيء اسمه نقابة فنانين واعلاميين في الكويت، ما في اشهار لهذه النقابة. هو اشهار مو كل واحد يروح يترزز كل يوم في لقاء ويقول والله انا نقابة المهنة الفلانية. لا حبيبي، في آليات حق هذا السالفة. النقابة عشان تشهر لازم موافقة من وزارة الإعلام مع التجارة أو الشؤون، أنت يكون مع وزارة الإعلام مع الشؤون، لأن الشؤون هي اللي راح تصرف لكم المقر والمخصصات السنوية. فأنا يعجبني أنا الصراحة، حتى والله ضحكت خالف العنزي، ضحكت انه كاتبينه حتى في قناة العدالة على اليوتيوب كاتبينه خالد العنزي، حتى اسمه ما عارفين هو خالد ولا خوف، يعني هذا شلون استضافوه ما ادري. فيلا هو ريال قاعد يتحجى ويقول ما شنو ويغرد هو عموما. يعني انا خوف يعني طلع وياي في نأسف عدم الإزعاج، هو شخص يحب يسمع وايد، يعني هو وايد حافظ اشياء يقطها، بس هو يعتقد اعتقاد انه هو من هالناحية انه هو متحدث. لا، المتحدث هو اللي لا يعطي احساس بالملل حق الطرف الثاني. هو ما شاء الله يعني انا حتى لما نزل معي في نأسة بعد المزعج وصلت للردود، في ناس انا اعرف يعني راي الناس. يعني انا مرات اسوي ترى حلقات حقي، ما اسوي حلقات يعني حق المشاهد، لا حقي انا، اللي هي تكون ثقافيه فيها جرعه فنيه متخصصه اكثر على هالاساس. فخوف قاعد يتحجى وما ادري شنو عن النقابه، نقابه الفنانين. حتى ضحكت انا على التقرير اللي قال احمد الفضلي بنشوفه عن النقابه، والله ما شفت شيء، هما كلمتين قالوهم بس بالتقرير، إن هي ما شنو إن هي ظلت حلم تداعب أذهان الفنانين لسنوات طويلة وما أدري شنو، حتى جاء تحقيقها وما شنو قد انضم عدد من الفنانين الكبار في هذا يعني في هذه النقابة الفنية. تكفى يعني من الفنانين الكبار اللي انضموا حق نقابة الفنانين؟ عبد الحسين وانسحب من 2009 اليوم ما حطيته النقابة. سعاد وحياة ما حب الألقاب، فنان كبيرة طبعا أكيد سعاد عبد الله وحياة الفهد، ما شاء الله يعني قافلين بيبانهم بيوكم راضين التعامل، لأن عندهم كشف يعني في أشياء سابقة أنتوا قدمتوها. نفس هو المستفيدين اللي أنا واثقة من النقابة هذه مو متسوي حق الفنانين، هاي نقابة أو شيء أنا أعتبرها نقابة كوتب ستة، لأن
نقابة اللي ما لها إشهار في أجهزة الدولة تعتبر كوب ستة، قاعد يلعبون يعني فرحانين. بس السؤال، إذا أنت تقول لا أنا عجبني، أنا الشيء موتني ضحك لما خلص قاعد يسمع كلامه، يلا ما شنو احنا النقابة وكيت كيت 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 كيت. أول ما قال الدكتور عادل مناع تم إشهار هذه النقابة ولا بعد؟ أوكي، خلف، لأن خلف العنزي هو أول واحد يا قال لي إن ترى مي لا تكلمين وايد عن النقابة في اللقاء اللي هو طلع وياي، ترى إحنا ما عندنا إشهار. شوف هو يعني، فخاف خاف إنه يؤخذ على لسانه كلام في قناة العدالة يحتسب ضده قانونيا، وممكن يتحول بعده الى النيابه العامه، لان هم فعلا انا واحده مني الى ديوان المحاسبه، هذول قاعدين من 2009 ياخذون يعني اشتراكات على اشخاص داخل، يعني قاصين عليهم يقولون انتم اعضاء او اعلاميين او فنانين في نقابه الفنانين والاعلاميين في الكويت، انتم قاعدين الحين على شوفوا كم ألف من 2000، يعني هذول مو أقل من 20 30 ألف حاطين بجيوبهم من 2009 للآن، إذا مو 20 30، إذا مو 40 50 ألف. زين وين هالفلوس؟ أنا واحدة مني ديوان المحاسبة، وين هالفلوس؟ زين أنتم مو لازم هذول يتحولون فعلا نيابة، إنه تعالوا حاسبونا، أنتم هذول المشتركين تعطونهم اشتراكات يدفعوا لكم بين 6 دنانير او 12 دينار، زين اوكي، لان هذه الاشتراكات جميع يعني في النقابات تكون في هذا المبلغ، بحدود هذا المبلغ، وين راح؟ وين راح؟ انا بسال السؤال، الفلوس هاي وين راحت؟ انا عجبني بس قال للدكتور عادل مناع هذا الشرط ما شنو كان خلص، بتشوفونه بالفيديو طق بريك سكت. والله انا تغير الانطلاقه مالت خلف وايد، كعب بريكات وقاعد قال لا والله يعني هذا الشخص اللي ممكن يجاوب هو نبيل الفريجاوي، لانه هو كان في النقابه هذه لما اشرت قبلي انا، فعلا ما هو اللي يقدر ياكد. سكت كعبريك، عشان تحتسب على نبيل الفريجاوي ما تحتسب على خوف. هاي طبعا من شجاعه خوف يعني المثمر، قطع لنبيل، ونبيل انا ما ادري حتى ليش يطلع في لقاءات نبيل الفريجاوي، يعني هو شخص دائما لما يروح اللقاء ياخذ وياه يا طارق العلي يا خواف العنزي عشان هم يغطون، لان ما شاء الله بعد هذا يعني اذا خاف خاف يالف، وطارق ممثل كوميدي يعني ريال يوقف على المسرح 5 ساعات ما يقدر يسوي على لقاء يعني يغطي ساعة أو ساعة ونص أو ساعتين مع خاف. يعني أنا بسأل السؤال، هل الفلوس وين راحت؟ وزير الإعلام أنا أسألك أنت انت يعني اذا جانب اشياء كثيره انت سويتها، يعني انا بس السؤال، انت الحين كوزير اعلام حاط لجنه المنتج المنفذ، زين في مخرج في لجنه المنتج المنفذ، يعني اعتقد عليه قضايا شرف وعليه قضايا كثير يعني وايد ماليه، على اساس هذا حطيته؟ هذا شو اللي يضمن لنا انه ما عنده انتفاع وعنده شركه فنيه؟ اذا ماشي ليش جايبه هو على كل المصايب اللي وراه؟ اذا مو روح يجيب، ليش ما تتركون النزيه لنفس مثلا مخرج نفس خالد الصديق؟ في اشخاص وايد يعني سعد الفري يبوه، ايش معنى هذه الشخصيات اللي وايد عليها يعني كثير من التساؤلات، عليها وايد قضايا يعني، فأنا أستغرب يعني هذه الأشياء، يعني أنا شلون أنا أثق في عضو في لجنة منتج منفذ وأثق بنزاهته، ويعني في النهاية ممكن يكون عليه شبهة أخلاقية مالية كثير، فأنا الصراحة مني له وأنا راح أترك هذا الموضوع. إلى جانب أنا في شغلة من الأشياء اللي يقول أنا يعني مثلا طلعتها لما قاعد يتكلم في اللقاء عشان الشعب في اللقاء مال العدالة، خوف العنزي لما قاعد يتحكى
ولما يقولون عن تعديل القانون المرئي والمسموع وما شنو هو وتحكى كأنه يعني هو المنقذ وإنه هو التعديل وإنه ما أدري شنو كيف يعني، وهو شنو حاطينه خوف أمين سر النقابة زين خوف يعني. أنا أكيد أعرفك أنت تعرفني، وبالتالي الحين إحنا حتى في الصعيد الإعلامي إحنا نعرف مشاكل كل شركة فنية، خصوصا يعني أنت ما نجحت ولا عمل غير مسلسل دروازة، ويمكن محسن هزاني شوية مشت أمور معه، بس في أعمال وايد أنت قوعت فيها يعني فشلت. أنت مدير تصوير شاطر، لكن إن أنت ك يعني من ناحية يعني تدير عمل بشكل إيجابي، أعتقد هذا مو صحيح. وعليك وعندك وايد كبوات إعلامية، وأعتقد يعني أنا أمين السر أعطيه حق واحد ما يكون يعني على حتى أي مشاكل يعني. أعتقد أنا يعني أنت بالذات يعني أنا شلون مثلا إذا أنت بقرر تدش النقابة وأنت مع الشلة هذول يعني تمثلوني تمثلون كثيرين، أنا بسأل السؤال يعني أنت يكفي قضيتك مع الفنانة مريم الصالح في مسلسل الدروازة، وقعدت 3 سنين الطالبك يمكن 2000 يعني أو يعني بين 2003 و4000 3 سنوات، أنت لو مقصتك كل شهر 100 دينار تخلصت. فأنا شلون يعني بس السؤال، مفروض إن اللي يمسك يعني يكون في اللجان وكذلك في أماكن حساسة نفس هذي ما حتى قضايا أو شبهة مالية. هذا يعني أنا بتحكي من ناحية النقابة، وكذلك بالنسبة للمخرج هذاك في نقابة المنتج المنفذ للأسف. بس أنا عجبني إن في لقاء كعبرك، وأنا صراحة يعني أنا أقول لك يا دايركت دكتور عادل منا ما عندهم إشهار، واتحداهم يبون إشهار، وهم عندهم بس ورقة واحدة. أنا أقول لكم يا يعني لما انقلب عليهم الفنان محمد المصباح وكان هو طلع نبيل فيجا وهو مسك النقابة، عندهم ورقة من المحكمة بأن إبطال القضية بينهم وبين بعض، خلصنا ما عندهم شيء. لا وشنو طارق العلي يقول شنو، يقول لا احنا عندنا اشاره احنا نزلناه في كويت اليوم. يبا يا بابا يا طارق يعني لا تقول انت ما تفهم شنو الاشياء يعني التراخيص، انت كشركتك يعني تاخذ ترخيص من التجاره مع وزاره الاعلام، كذلك هذه جمعيات النفع العام يكون في ترخيص من وزاره الاعلام الى جانب الشؤون. فانت ما عندك ولا شيء، انت مو معطيكم ولا شيء، انت لما الحين محتلين المسرح الشعبي كنقابه، يعني انتم ماخذين من ارض الشعبي كل شيء، وضع يد داعش باختصار بتحديدا. فانت قاعد ما شاء الله لا اله الا الله عليك يعني. هذا حبيبي مجله الكويت هذه، لما انا اقرر مثلا ارفع قضيه واخذ الحكم عليك يعني لصالحي، ما بيعلمك على بيتكم، ما بيعلمك بالكويت اليوم، خلصنا. فالصراحة احنا نبي من ديوان المحاسبة يوني حاسبونكم ان انتو جهة ما عندها اشهار، فاحنا نبي نعرف فلوس الاشتراكات وين راحت. هل معناه يعني خلاص انا باكر الصبح اقرر ان اسوي انا بعد نقابة او جمعية نفع عام من غير ما الدولة تحاسبني ولا تراقبني ولا تشوف هالاشتراكات وين راحت؟ يعني هذا السؤال يعني آلاف مؤلفة وين راحت؟ شنو سويتوا فيها؟ نبي نعرف إذا أنتوا خذيتوا اشتراكات النقابة اللي هي الكوكب 6 مالتكم أوكي، وخذيتوا صرفتوا على أعمال في المسرح الشعبي، فأوكي هذا مسرح شعبي وهذه انتوا تدعون ايه نقابة.
او مشروع قاعد تمشون فيه ماشي، بس هذا من 2009 وكذا مره دشيته وطلعته، يعني مو اول مره يدشون على مجلس الامه ويرفضونهم، يعني مو شيء جديد. مو يعني اذا المحامين جمعيه ماشي، يعني انتم بس اللي حتسوون نقابه يعني، وليش الا صرار نقابه؟ عشان شنو ما تبون جمعيه الفنانين؟ عشان تسوون جمعيه انتفاع خاص مو انتفاع عام؟ لان اذا كلامي حقيقه اعتقد هو انت واثقين هو كلامي حقيقه مليون في المية، والدليل كعت بريك شو اسمه خوف العنزي انه اول ما نقز قال عادل منار تم اشهارها. ها لا هو نبيل الفيلتشاوي هو كان يعرف ان انا ما كنت موجود ما ادري شنو كذا. خلاص مو انت قايل لي الحكي احنا ما عندنا اشهار، احنا دشينا مرتين على مجلس السمو ورفضنا. اوكي واي نوت. طارق العلي لا يعني طارق يبي يثبت لي انه هو شخص ما يفهم عاد بالتراخيص، يقول له احنا كاهو احنا لا احنا خذينا في مجلة كويت اليوم نزلنا اشهار. وين اشهار نزلت انت نزلته في كويت اليوم؟ هو قضيتكم مع الفنان جميل ورائع محمد المصباح مو اشهار. اشهار شيء ثاني، اشهار هذا ما ينزل في كويت اليوم، اشهار هذا تروح تاخذ منه ترخيص من وزاره الاعلام مع وزاره الشؤون او تدش على مجلس الامه يعطونك موافقه والسلام عليكم، هني يصير اشهار. لكن انتوا خذيتوا فلوس من مشتركين في النقابه وانتوا ما عندكم اشهار، زي وين الفلوس هاي راحت؟ يعني تبي تحسسني زي مطارق التكاوى مسرحيته كاوى عندك الشركه مالتك، الشركه مالتك عندها ترخيص من وزاره الاعلام مع التجاره، يعني لا تقول ما تعرف بالتراخيص ولا ما انت سويت فروقي. فهو لا يبي يبون يوصلون شيء مو حقيقي، ولازم انت تقتنع باللي هم يقولوا لك. يا انا عاد والله اقول اشكال خوف يعني زي هو اللي قايل لي اول واحد يوم لقاء قال ما عندي احنا ما عندنا نقاب، يعني نقاب مالتنا مرفوضه مرتين وما هذا كيف 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 خلاص خلصنا. فانا استغرب يعني التصرف، يعني الا اصرار ان احنا نقابه ترويج اعلامي. والله شو انا شوف يعني انا والله بطلع طارق العلي لان طارق العلي مو قاصره شهره، بس اعتقد انت في اعتقد عندك مشكله خاف العنزي انت مع نبيل الفيشاوي، حبكم للشهره والظهور والتسيد عندكم الدليل مناصب. يعني انا حتى لما ضحكني في احد لما كنت اتكلم ويا خالد العنزي بالتليفون قال لي يعني لما قال لي ليش يعني قلت له يبا حياه الفهد انسحبت مع انسحاب عبد الحسين عبد الرضا من نقابه الفنانين، عرف ان هي غير معلنه ما شفت شيء. يقول لي خالد الثاني يعني مو هي كانت تبي منصب في النقابه؟ قلت له انت في احد جاي يخدعك؟ قلت له خلاص يبا حياة الفهد لما يروح لها شركتها اللي تملكها ما تقعد حتى ورا مكتبها، تقعد بأي كرسي مجاور حالة من أي كراسي ضيوف. يبا لأنه ما راح عارفة قدرها، ما راح يعليها مكتب ولا منصب ولا مكانة، لا هي ولا كذلك الفنانة الكبيرة سعاد عبد الله واللي انتم حاولتوا استغلالهم وهم مع هم كانوا صاحين لكم، رفضوا ان انتم تاخذون من ازمه الرواد مع وزاره الاعلام سلم او كرت دخول حق وزير الاعلام عشان استغلال الكثير من التسلطات. وانتم وين خدماتكم؟ يعني انا بسال السؤال شو سويتوا؟ ولا شيء. انتم استفدتوا لكن سويتوا انجاز؟ لا غير حقيقي. عموما يلا احنا عموما موضوع النقابه هذا مطولين فيه وايد، بس مني محاسبه ديوان المحاسبه اتمنى ان تجيبونهم او تحويلهم للنيابه العامه ورصد المشتركين فيها والمبالغ اللي تم
تسليمهم كاشتراكات، وين راحت؟ بجيوب منهم. إذا هي بجيوب النقابة تسلم، إذا بجيوب آخرين تسلم. يعني بالحالتين هم ما يحق لهم البقاء، لأن أنتوا نقابة غير معلنة ما في موافقة عليها حاليا. لما تأخذون إن الموافقة ساعتها عاد يأخذوا اشتراكات وشنو الشؤون، وزارة الإعلام يحطوا لكم رقيب مالي، هذا خاصين منه محاسب من قبلهم عشان يتابعون، مو واحد أنتوا جايبينه. فنرجع نقول هي نقابة كواتب ستة مو أكثر. الحين بتحكي عن حلقة في برنامج الكامل حق الفنان عبد العزيز المسلم. عبد العزيز المسلم أنا طبعا شفت اللقاء ويا المذيع العراقي صالح راشد. أنا بس في شغلات حبيتها من أبو عبد الله اللي هو يعني عبد العزيز المسلم، وفي أشياء ما حبيتها، يعني الإسهاب وايد بالدين والكلام، يعني ويعني ما حبيت حتى سالفة. مشكلة هو في شغلة صارت، أنا أعرف لأن أعرف طريقة عبد العزيز المسلم يتكلم، يعني وهو أي لقاء بالدنيا وهو إجابة ومحاورة من الطرف الثاني. أنا أدري عبد العزيز لأن أنا حاورته. عبد العزيز مشكلته حافظ، إذا تم مقاطعته يتخربط، فلازم يرد من نفس النقطة اللي تكلم فيها عشان استرساله. حافظ الناس على قولتهم، يعني أهلنا في مصر يقول لك حافظ مش فاهم، يعني هو كذي شكله نفس الشيء. فقعد تحكي عن يعني طفولته، احنا يعني وايام سمعنا عنها كذلك، يعني تكلم عن اشياء كثيره، يعني اعماله والنفس لما قال عن اعماله ويا غانم الصالح المفيدي ما شنو، تحكي عن زمن دراكولا، تحكي عن ما شنو. بس انا الشيء اللي ضحكني صراحه لما قال، يعني انا هو قال شيء صح وخطا بنفس الوقت، او شيء انا معاه. لما تحكوا عن خلاف هي شعيبي مع طارق العلي، قال انا طارق زعلان علي لانه كان يبيني ما شغل هي شعيبي وما اخذ على خاطره. هو قال كلمه وايد صحيح، مع ان انا اتذكر ترى تحديدا في اللي صار، لان طارق كان جاي حاكيني بالتليفون بعدين وضرب كلامي عرض الحائط، وقال لي انا مفكر حاكي عبد العزيز المسلم انه هو ليش راح يشغلها يا شعبي. قلت له انت مالك حقي انك تروح تحاكي احد انه تقول ليش شغلتها، حتى لو كان عندك كثير من التحفظات عليها، او حتى انا عندي تحفظات كثيره ويمكن اكثر منك عليها. انا اختلف معها هي باسلوب تتكلم فيه، او الشيء اللي تطالب فيه حقه مو فيه طريقه حق. لما تنطلب الطريقه مو صح يتحول الحق الى غير حق حق الشخص. يعني انت في خاص جيتوا للقضاء، كان نطر القضاء ياخذ يعني حق اي واحد منكم سواء كان انت هي او عن طارق. بس انا طارق صج انا حسيت الموضوع، أنا قلت له أنت مالك عقلي حاجة عبد العزيز المسلم ترجع خذيتها وياك في المسرحية. قال لي لا، يعني هو شنو أنا سكت، لأنه حتى عبد الرحمن العقل لما راح أنا اختلفت معاه وراح اشتغل معاه، لا هو راح اشتغل مع عبد العزيز في وقت أنت ما كنت قاعد تشتغل في مسرحيتك وبغيت تروح فيها السعودية وهناك في بعض العروض، وهو كان خلاص ارتبط مع عبد العزيز. فهو قال كلمة صحيحة، قال أنا قلت حق طارق، قلت له إذا أنت رافض إن حكاية إن أنا أشغل هاي شعبي، رحت قلت حق عبد الحسين عبد الله يشغله وياكم العفو، صحيح ومنطقي أمانة، لأنه ما يصير يعني وثاني شيء كل شيء ولا قطع الأرزاق. يعني حتى لو إحنا مرات نختلف مع شخصيات ويكون باستطاعتنا إيذائهم، لكن ما نفكر حتى نقول، دائما نقول نفكر بهالطريقة، نقول نتعود
الشيطان الرجيم، لان هذا شيء مو زين. لان هذا الانسان مو بس رزقه، بس ترى مرات ويكون رزقه رزق اسرته كذا، ما يعني ممكن يكونون شخصين ثلاثه اربعه خمسه، ما ندري من هو كم عددهم. الله او رب العالمين يحط بايد هذا الشخص الواحد الارزاق مال خمسه او ست او سبع اشخاص. فانت لما تضرب رزق هذا الانسان انا خمسه او ست اشخاص غيره راح ينضرون، هذا حوبتهم حوبه على قولتهم تغطي بس ما تغطي. فكلامه صحيح، بس انا هو قال حتى قال انا عتبان على طارق، يعني شوف كاهو انا جيت طارق لما في بداياته اشوف هو لما صار منتج ما يابني يعني، وحتى عنده ماشي. انا ضحكني صراحه لما قال انت الاجر والسوالف هذا، قال جاي يقول يعني عبد العزيز مسلم تقول انا مسرح السلام يعطيني على المسلسل الحلقه 4000 يعني 120 الف دينار كويتي، وعلى العروض المسرحيه 3000 على العرض. انا هني لما قالها يعني صراحه عبد العزيز مسلم، انا هني تذكرت الصراحه سعاد عبد الله في قوس بيجي لما قالت انا قعدت مع انا، فقلت حق نفسي فانت يعني عبد العزيز زين وشو السلام، وانت زين السلام شركتك وانت رئيس مجلس ادارتها وانت مشيرها ومديرها، يعني انت قاعد تعطي نفسك ان شاء الله قاعد تعطي نفسك مليون على الحلقه كل واحد، بس انت مو الناس مو لزوم تعطيك المبلغ هذا. فانا استغرب الطريقه اللي هو تحكي فيها، انه انا يعني انا السلام يعطوني انا ما ايش اسم، وانت السلام شنو واحد لما يقعد، يعني استغرب عنده اشياء غريبه يعني قاعد يتكلم فيها بطريقه ما كانت ايجابيه. فانا استغرب يعني هو صالح راشد ساكت ومبين ان في اتفاقات وطارق يعني، وقام تحكي عن طارق وقال هو ان شاء الله يتصالحون، يعني يتصالحون نتمنى انهم يتصالحون، يعني على قولتهم احنا لا كنا بالخلاف من اوله ولا كنا، يعني احنا شفنا الموضوع. يعني انا واحده لما كنت اروح المسرح كنت اشوف العلاقه متصدعه وحاولت ان انا يعني اراضيهم، لكن صراحه هي شعبي ما كانت يعني لينا بالتعامل بإرضاء يعني كافة الأطراف. لازم واحد يتنازل والثاني يعني يدلع الثاني يقول يلا اشتري، مو لازم وما يصير اثنين شادين. طارق كان عنده بس شوفوا يعني في أشياء تم تضخيمها، مو نفس ما إذا قلنا هي شعبي تسمع، أعتقد أن حتى طارق يسمع من أطراف حواليهم. هذا كان بالنسبة يعني وقاعد يتحكى يعني عبد العزيز مسلم عن أعمال للأسف يعني هو أساسا كممثل تلفزيون غير ما له قبول، وتحكي عن أعمال نفس حلفت مو حلفت أنت عمري ولا أنا طلعت أبو حق زينة كرم وأحمد إيراج وما شنو، بس ما نجحت. عبد العزيز المشكلة عبد العزيز عنده مشكلة، هو فنان مسرحي وعلى فكرة مخرج مسرحي وايد ممتاز، لكن إنه كممثل أنا صراحة ما يضحكني، يعني صراحة دمه مو خفيف على قوي، يعني مو من الفنانين الكوميديانات اللي إحنا يعني أنا عندي أدش حق الحملي أضحك أكثر من ما أدش حق عبد العزيز مسلم، بس الناس أذواق. وهو عموما يعني ولما انا قال ضحكني ما قال هو ما احنا انا اللي طلعت مصطلح مسرح رعب، زين اوكي طلعت شيء مصطلح مسرح رعب، بس على فكره المسرح هذا كان موجود في لندن لسنوات طويله وكان في فرق مسرحيه كانت تقدم هناك عروض، فاذا هم ما طلعوا المصطلح وانت طلعت المصطلح ورحت يعني ارشفته حقك هذا شيء آخر، بس مو معناه إن النوع اللي أنت كنت قاعد تقدمه ممكن تقدم في مسارح متقدمة وبشكل أعلى مما أنت تقدمه في الكويت. يعني في
أشياء كثيرة. بس أنا لاحظت سمنان شوية، يعني التكميم أو هو اللي جاء لأنه فعلا كان عنده مشاكل ظهر، ما كان يقدر يوقف، كان فعلا سنته مأثرة على جسمه. بس أنا أشوف جنة زايد يعني بالذات، لأن أنا شفته في عروض مسرحية كان شوية أضعف من كذي، مبين يعني إن البدلة اللي هو لابسها شوية عرضته، بس لا واضح الوجه، حتى الوجه كان أتذكره كان تعبان أول، يعني حتى لما نشوفه في أنت عمري ونشوفه في هذا اللقاء في ريد كاربت شيء وايد مختلف. تمام، الحين نشوف ريد كاربت ما بإذن سلة نرجع. كذي ما صار نصيب. أوكي، المنافسة المسرحية الشديدة اللي بينك وبين الفنان طارق العلي، هل ممكن أن هي تصل تتوقع إلى حد التجريح، ولا بينكم حرب باردة؟ حرب تنافس شريف، كل من له ملعب، كل من له مدرسة، هو مدرسته أنا معجب فيها جدا. يعني ما في بينكم حرب باردة الحين؟ تنافس، يعني الإقبال وين، يعني تنافس يصير، يعني يبقى يعني حسبة مسرح الأخطار 600 كرسي، لما عرض 100 عرض عنده 60,000 شخص، أنا مسرح يشيل 1400 كرسي، لما عرض 60 عرض كم العدد، فكل من يبي يكسب كل من معسكر له. كلامك يعني اللي أنا فهمته أن أنت أفضل منه، ولكن أنت قاعد تقولها بطريقة دبلوماسية. تفسيرك، أنا ما أتحكم بتفسيرك، بس أنت قلت حرب باردة، ليش مو صريح؟ ليش ما تقول رأيك؟ قول إن أنت أفضل منه إذا هذا رأيك. ما حد أفضل من أحد، كل ما حد كامل. عادي، بالعكس في أحد أفضل. ما حد كامل، أنا مو كامل، أنا عندي أخطائي. أنا ما قلت إن أنت كامل، قلت لك منو أفضل، منو أنجم. ما أنا جاوبك، ما أنت راضي تسمع الإجابة. عشان أنت ما شاء الله عليك وايد دبلوماسي وتعرف. لا لا مو دبلوماسي والله، هذا ما أقول لك، بقول مثالي، أنت مسلم تروح تجاهد، وش أسوي لك؟ صالح طارق العلي ما يختلف على اثنين إنه نجم كوميدي. وانا مسرحي الرعب رعب كوميدي، انا عندي ضحك وعندي رعب، مدرسه مختلفه تماما، لها قواعد تختلف عن مدرسه اخوي طارق، بس انا يضحكني طارق، مسرحيات طارق انا اشوفها، بس ما ودي عيالي يشوفونها، ما ودي عيالي يشوفونها. يشوفون شنو؟ مسرحيات ابو محمد. ساعات عنده امور صراحه ما تنفع للصغير، يعني لما يوصف لي الحمام بالبر وهو قاعد انا موت من ضحك. مسرح طارق العلي من فوق عمر كم؟ من اي عمر يصلح ابو محمد؟ يعني من الانسان الناضج، يعني من اللي عنده ليسن 18 ليك الكبار اللي يحبون الضحك صراحه، لانه ضحك. ومسرحك؟ مسرحي انا ايضا ما ينفع لصغار، انا ما ينفع، انا ممنوع عندي الصغار، اقل من 9 سنوات ممنوع، الا يدش مزرق ويمه ولا شيء، فانا هم 9 سنوات خطا، ويبتدي المفروض من 14 أو 16 الفعلي، والكبار ممنوع الصغار، مو زين لهم يشوفوا المسرحي. عشان الخوف ولا المواضيع؟ الاثنين، ما يفهم ايش قاعد نقول، هذا واحد. اثنين يعني يفهمون ما شاء الله كل شيء، يعني الأعمار الصغيرة. احنا نستخدم فلسفة تأثيرية مع مؤثرات، يعني مثل يبتدي العرض وراك أو بين الكراسي أو هذا، حتى يعمل نوع من علم النفس، نعمل نوع من التأثير، حتى نعمل صور ذهنيه نجتهد هل كلامنا صحيح لا كد، في علماء بتحلله. يعني اذا كم اجرك الحين؟ عاد متعوده في كل حلقه احط شيء من الماضي القديم للدراما الكويتيه، اليوم بحط حلقه او بالاصح سهره تعتبر. في ناس تسألني مرات على إنستغرام وتويتر شنو ما الفرق بين المسلسل والسهرة. المسلسل هو من اسمه مسلسل، متعدد الحلقات متسلسل، مرات تكون حوالي 7 حلقات، مرات تكون 15، مرات تكون 30، هذا بالنسبة للمسلسل. السهرة تكون لا سهرة، مرات تكون من حلقة واحدة أو حلقتين أو 3. أنا هالمرة بتحكي عن سهرة طبعا قديمة درامية إنتاج تلفزيون الكويت 1968 تحت اسم الثمرة المرة. هذا العمل طبعا كان بلاك أند وايت، في فنانين كبار طبعا، اسم الفنان الكبير سعد عبد الله، مريم الصالح، كذلك أحمد المساعد، عائشة إبراهيم، يعني
وايد. والشيء اللي يمكن في ناس مو وايد شافوه، عبد الله المسلم اللي هو أبو الفنان عبد العزيز مسلم مثل في هذه السارة وأخذ دور الرسام أخو مريم الصالح والرسام الفاسد. هو عموما عبد الله المسلم هو تأرجح فترة طويلة يعني كونه كفنان يمثل ومرات ككاتب دراما. هو يعني كممثل مو وايد يعني استمر وايد فترة طويلة، بس هو حاول انه ككتابة انه يطور نفسه وهذا، لكن هو مشكلته انه بعد ما كان وايد مستقر في الكويت، كان يسافر وايد ويرد وهذا، وهذا خلاه يمكن ما ياخذ حقه في الشغلتين كممثل تلفزيوني او ايضا حتى كمؤلف. مو كل شيء عشان يحقق ثماره لازم يبي له استمرار، يبي له تتابع وعلاقات. كل شيء في الدنيا اليوم علاقات. اليوم حتى صفحتك لما تسويها على تويتر فيسبوك اي شيء، على قدر الناس اللي قاعد يتواصلون معك من خلالها انت قاعد توصل فكرتك او شنو انت تبي تطمح اليه او شنو تبي توصله. فهذه يعني من الاعمال القليله اللي اشتغلها عبد الله المسلم، وهذه فرصه عشان الناس تشوف والد عبد العزيز المسلم واللي اثر فيه بطفولته وجعله انه يتحول الى ممثل نفس ابوه. بس اكيد عبد العزيز المسلم اكيد عنده اصرار اكثر واصرار فني، والنجاح يمكن اكثر ما كان موجود في والده عبد الله المسلم. بس اكيد احنا نحترم جميع الشخصيات، حتى هذا كل انسان مو شرط الاستمرار بالشيء اللي هو يحبه، مرات في اشياء تقطع تحول ان الانسان ما يقدر يستمر. بس الأكيد التجربة يعني تفيد صاحبه في أكثر من جانب. حتى أنا في شغلة أنا حبيتها بعبد العزيز المسلم أمانة، إنه أنتج مسلسل سوق واقف حق أبوه في أول مسلسل طويل حقه تلفزيوني. وهني أنا وايد احترمت في عبد العزيز إثاره واحترامه وتقديره حق أبوه، يعني حتى إذا هو في فترة مضت ما قدر يحقق هذا الحلم حق أبوه حققه بعد نجاحه كمنتج. أتمنى أن تكون مقاطع من سهرة ثمان مرات، وأقول لكم تصبحون على خير ونشوفكم بحلقات قادمة من سبعة مساج. قاعد هنا؟ لا ينطروني، أكمل اللي بيه. شنو هذا؟ صورة. يا سلام، وبأي حق ترسم صورة صديقتي من غير ما تستأذن منها؟ علشان وجهها عجبني. بس مالك حق ترسمها. ليش؟ صديقتك يا سعادة ملاك، ملاك. قلت لك مالك حق ترسمها. صديقتك يا سعادة ملاك، أنا فنان حب. ارسم اللي ابي، ارسم اللي يعجبني. اسمعي، اذا علقت صورتها هذه برسمك معناك عرضت سمعتها للخطر ولألسنة الناس. بعدين انا اعرفك زين،
أعرفك أكثر مما يعرفونك أصدقائك المنافقين اللي ترددون عليك. وهذه صديقتي يأتيني بالبيت عشان أذاكر معاها، فما أسمح لك أنك تسيء سمعتها. بس أنا أحب سنها. لا والله، وكم مرة حبيت قبلها وبتحب عقبها، وإن شاء الله كم بيكون ترتيبها في قائمة المحبوبات. والله العظيم يا سعاد أحب أصف قنيمة. نعم. واللي عافيش عطيني عباتي عشان نروح السوق نقي ثياب حق عرسك. أنا قلت لك شو، ماكو عرس يعني ماكو عرس. جنيتك أبوك مواعد الريال وقايل لباكر يقدم له الشبكة. لكن أنا الحين ما أعطت كلمتي. بس أبوك ما أعطى كلمته. أبوي لازم يعرف الحقيقة. يا ها 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 ها، شو نصيحة؟ شو أصرخ؟ شو عندكم؟ يبا أنا يبا ما أبي أتزوج. عجيب، شلون؟ ليش؟ عشان أنت تدري هذه آخر سنة لي دار المعلمات ولازم أكمل دراستي. والله يبا كلامك مأخوذ من خيره. البنت إذا كبرت وصارت كبرت ما لها الزواج، لازم يكون عندك بيت. وأنا ويا عطيت كلمتي ولازم تكتب يكون عندك خبر بعد لا يقدمك الشكل. والحين شلون؟ قلت لك ماكو زواج يعني ماكو زواج. أعوذ بالله منك يا إبليس. سناء سناء. نعم. يلا نشي معاي انت. ماني طالعة اليوم. نسيت أسألك شيء، إيش رأيك في الزواج؟ الزواج الزواج مو الحلم اللي تفكر فيه كل بنت أبدا. يعني شنو؟ لا تخوفيني، ترى أنا على الطريق. هذه الحقيقة يا سعاد، الزواج مسؤولية، تربية تنظيف وقساي وقوي وطبخ ومسح، يبي لها تضحية. والبنت اللي ما تعرف معنى التضحية تتعب تشكي. ترى انت صدق خرعتيني، رايحين هون. هذه الحقيقة، وعلى الأقل ينبغي معرفة الحقيقة تساعد على تحملها شوي. إلا بقول لك، شفتي مرسم أخوك الجديد؟ أوه، ترى أنا نسيت، أنا مرتبطة بموعد ولازم أروح السوق. وبعد ما أرجع إن شاء الله أقعد معاك هني وأقعد أسولف معاك لين ما تخلصين سوالفك كلها. أنا آسفة، لازم أمشي الحين. يا سعاد، أنا كنت متوقعة إن الزواج من أخوك بيزيد خوتنا وصداقتنا، بس شنو شايفة العكس؟ لا أبداً، تعرفين إن إني هالأيام أنا حضر الامتحان وبنفس الوقت نستعد للزواج. وبعد ما خلص أراهنش كل يوم هني لما تطرديني تملين مني. نشوف العم، أتمنى لك التوفيق في الدراسة وبالزواج.